الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. النهاردة الحلقة مختلفة تماما باختلاف ضيفتي اللي منوراني في الاستديو وفي مجال تنمية المرأة وتشجيع المرأة في كافة المجالات الاجتماعية. حنتحدث في المجال ده بصفة خاصة مع سيدة الأعمال اللي هي حتشرفني شوية كمان، سيدة الأعمال اليمنية حتكون معي من الضيوف المشرفين النهاردة بإذن الله. في قبل ما أبدأ برضو الحلقة بتاعتي، حابة صراحة أشكر الناس اللي كتير دايما بتدعمني، والنهاردة بصفة خاصة عشان النهاردة آخر حلقة في الموسم الأول بفضل الله وبفضل كل الناس اللي وقفت جنبي. الحمد لله إحنا وصلنا النهاردة إلى الموسم الأول بتشجيع وتحفيز من الأحباب والأخوان، وأيضا برضو بصفة خاصة قناة الصحة والجمال، كل العاملين عليها بكل تأكيد. يعني الناس كلها كانت بتدعمني وكانت بتشجعني لغاية ما وصلت لليوم ده، وبتمنى يا رب عقبال كثير من المواسم والكثير من التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل أعزائي المشاهدين وحنرجع لكم مع الضيفة اللي حتنورني بكل تأكيد، استنونا. رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، ومبسوطة جدا بضيفتي اللي منوراني في الاستديو. زي ما قلت لحضراتكم من قبل شوية، خصصنا لكم هذه الحلقة في مجال تنمية المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية. معايا داخل الاستديو سيدة الأعمال اليمنية أمل العمري، عضو في منتدى الملك سليمان، أيضا مديرة الملك سليمان، أيضا مديرة في العلاقات الدولية بصحيفة آسيا. شاركت في الكثير من الفعاليات والمنتديات، فعالية العجز مع الإرادة في مستشفى الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا حبيبتي، إزيك عاملة إيه؟ والله الحمد لله. نورتي استديو صحة والجمال ونورتي برنامج لقاء على الهواء. والله منور بوجودكم، مبسوطة بيك جدا. أمل العامري سيدة أمل العامري سيدة أعمال. في البداية أمل، حدثينا عن مجال رواد الأعمال ورواد الأعمال ومجال الاستثمار كسيدة في المجال ده بصفة خاصة. يعني والله أنا اخترت مصر عشان الاستثمار. جميل جدا. أولا أنا عاشق مصر، وأحب أوجه التحية للشعب مصر على تساهلهم معنا في جميع الإجراءات. بكل تأكيد. طبعا أنا مقيمة في المملكة العربية السعودية. يا هلا بيك. عضو في منتدى الملك سلمان. عندي هناك مؤسسة. أيوة. صغيرة. اسمها الروشن. جميل. تنظيم المعارض والمؤتمرات. شاركت في عدة فعاليات. حنتكلم برضو في تنظيم المؤتمرات والفعاليات اللي حضرتك بتنظميها. أنا شاركت ونظمت عدة فعاليات. أنا عندي فعالية اسمها بصمة خير في شهر الخير. تمام. اللي هو زي ما حضرتك كلمتيني إن حد دعم الأيتام وتكفل ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. أول فعالية كانت رعاية سمو الأمير فيصل بن سلطان. جميل. الفعالية الثانية كانت مع الأميرة دعاء. وشاركت في عدة فعاليات. شاركت هنا في مصر، أقمنا معرض اسمه الأزياء أكتوبر. هاي الأزياء أكتوبر كانت. جميل. مشاركة معي الأمير البندري. جميل. الشيخ الجوهرة. جميل. الشيخ خالد، مجموعة من الشيوخ والأمراء. بس هنا الكلام ده في أرض مصر. غمتي برضو مؤتمرات في السعودية أو اليمن؟ أيوة. بصفة خاصة؟ لا، اليمن أنا ما
ما قمت فيها. وحضرتك اصلا مقيمه في السعوديه، فيعني كل الحاجات بتتعمل في السعوديه وعامله برضو استثمارات في مصر. عايزين نتكلم برضو عن امل سيده الاعمال، لديها كثير من الاعمال، وفي في الاوان الاخير انشات مطعم البيت العربي او خلينا نقول سلسله مطاعم البيت العربي. حدثينا عن الموقع الجغرافي للمطعم. اول شغل لي هنا في مصر كان مؤسسه. جميل. شركه اسمها برضو الروشن. شركه الروشن. هي شركه في المقاولات. مقاولات، تنظيم معارض ومؤتمرات. جميل. توريدات، يعني حاجات كثيره توريدات خليجيه. ايوه جميل جدا. بالضبط. ثاني شيء عندي المطعم، عملت مطعم في شارع العشرين. عندي محل ملابس برضو في المعادي. جميل. أزياء كلها خليجية. أزياء خليجية. جميل بس. جدا. الآن نعد المؤتمر اسمه لا عجز مع الإرادة. جميل. طبعا بيكون مؤتمر دولي وتحت رعاية كبار الشخصيات من الأمراء والشيوخ. والمؤتمر هنا في مصر ولا في السعودية؟ طبعا بينطلق من مصر. حينطلق من هو مصر. هو ولادته بتكون في مصر. جميل جدا. وكل 6 شهور بيقام في دولة. كل 6 شهور، حتى بعد كده تعملي في يعني الموسم الأول في مصر وبعد كده تعملي باقي. أنا قلت لك ولادته بتكون من مصر. يعني بيولد هنا في مصر. أوكي. وينطلق لبقية الدول. ينطلق لبقية الدول العربية. أمل، تم اختيار حضرتك كأفضل شخص مؤثرة في الوطن العربي في عام 2020. طبعاً تفاجأت بالدعم من الدكتور أحمد الشواف. جميل جدا. وأنا كنت في المملكة العربية السعودية، فجيت حضرت المؤتمر، تم اختياري من ضمن 100 شخصية مكرمة مؤثرة في 2020. جميل. وأشكره جداً. طبعاً كمان أهدي نجاحاتي كلها الوالد المتوفي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب ويحسن عليه ان شاء الله. شوفك دائما يا ربي متقدمه ومتطوره، وغير انك انت بتساهمي في حاجات كثيره في اعمال الخير، فكل ما احنا عملنا الخير ربنا اكيد حيساعد. ايوه ان شاء الله. حضرتك كاحدى المستثمرين داخل مصر، ايه الميزات اللي انت شايفاها يعني؟ شوفي احنا ومصر نعتبر اهله بكل تاكيد، يعتبر الوطن العربي. هي مصر دي صراحة يعني غير الوطن العربي، هي مصر فاتحة يعني. دلوقتي أنا بتكلم معاكي إفريقية من جنوب السودان. أكيد. فمصر صراحة فاتحة الأفاق لكل الدول، سواء كانت عربية إفريقية حتى أوروبية. بالضبط. كل من يعني أتى لتراب مصر فتفتح لها الأفق، مرحبة بالناس. وفي مثل عندهم يقول من شرب من نيلها لازم يرجع لها. أيوة. أنا طبعا دارسة هنا في جامعة عين شمس. جميل. تجارة. تجارة. تمام. وممكن أنا أجلس السعودية، ممكن يوم يومين أرجع أجلس هنا شهر شهرين. أكثر يعني تحببي برضه تكوني قاعدة هنا فترة طويلة في مصر. جميل جدا. أنا أحب مصر. تشجعين الناس اللي حابة تعمل استثمار وحابة تعمل حاجات داخل مصر؟ مصر على فكرة فيها استثمار يعني يشجع أي إنسان. جميل جدا. حتى تعامل شعبها صراحة مش زي ما الناس فاكرين. بالعكس، هو صراحة الترويج أحيانا بيكون غلط، بس اللي يكون داخل مصر يعرف إيه مصر، يعرف بالزبط. إيه قيمة المصريين، يعرف إيه التعامل اللي إحنا بنتلقاه صراحة من عندهم. مش أي كلام، مش إحنا بنقول كده عشان إحنا موجودين، لا, لا, لا صراحة لا. يعني فمش عارفة أقول لك إيه، بس دي مصر صراحة يعني. خلينا أتكلم عن لسانهم. لا، مصر أم الدنيا. بكل تأكيد. كسيدة أعمال، تشجيعك للمرأة إنها تنطلق وتساهم في مجال الاستثمار وفي مجال رواد الأعمال وتساهم في مجال. أكيد. أيوة. بتقولي أي مرأة. إيه؟ أي مرأة لديها طموح لازم تمشي وراء طموحها. تمام. أيا كان الطموح. أيوة. وانا ايد المراه ان هي تكون تختار اي مجال هي فيه. أيوة. لازم ان هي تمشي عليه، تمشي على المجال عليه وتركز، وحتلاقي نفسها من الرواد. من الانسان لما يحط في باله شيء معين يكافح ينجح. ينجح. بديتي بالمشروعات الصغيره لغايه ما وصلت للشركات وعملتي. انا اشتغلت في حاجات كثيره. تمام. يعني حبه حبه.
بديتي من البدايه من الصفر لغايه ما وصلت النهارده امل سيده الاعمال اليمنيه لها صدى للناس كثيره تعرفها وناس كثيره بتتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس كثيره بتشجعها برضه، فدي حاجه زي ما لي الناس بيشجعوني ناس بيحطوا ده كمان ده جانب ثاني خالص حضرتك، ده جانب ثاني خالص، هي الناس صراحه بتعمل كده، يعني في ناس بيتحطم بس احنا ايه دايما نكون ايجابيين، نشوف احنا الناس اللي بتدعمنا فين. انا الناس دايما اللي الانسان اللي يجيب لي طاقه سلبيه اشطبه من حياتي. ما انا بقول لك دلوقتي كده، احنا دايما خلينا نكون احنا مع الناس اللي بيدعمونا، الناس اللي بيكونوا ايجابيين معنا، فاحنا نفضل معاهم، مش محتاجين نكون مع الناس اللي بيحطمونا يعني. فناس كتير تلاقيهم يا دي بتعمل ايه، يا دي فاكره نفسها، بس انا بالضبط طالما واثقه من نفسي وبعمل حاجه يرضي ربنا واثق الخطوه يمشي معي. ايوه مش محتاجه حاجه من حد صراحه يعني. فربنا يقدرك يا رب ونشوفك في القمه دايما سيده امل. برضو حدثينا عن العلاقات السعوديه المصريه، شوفي العلاقات طبيعتها ايش. مصر والسعوديه واليمن كأنهم أسرة واحدة. جميل جدا. فما أقدر أقول في حقهم أي شيء. طيب أمل اليمنية، هل أصلا اتولدتي في اليمن ولا أصلا السعودية؟ في السعودية. في السعودية بس اليمن اللي هو الأصل. أبويا يمني. تمام. والوالدة سعودية. الوالدة سعودية. مش هتحدثيني حاجة عن اليمن ولا مش عارفة حاجة في لليمن أصل الحضارة. تمام. اليمن طبعا أحبها مسقط راسي. حد طبعا أفتخر كل بها. الناس بيحبوا أي حد يحب وطنه. أفتخر ببلدي. تمام. ومسقط راسي السعودية بلدي الثاني. جميل جدا. تمام. وبرضو أفتخر بها وأفتخر بأي شيء أو أي عمل أنا قمت فيه هناك. مصر طبعا عشقي. جميل بس طيب في دور المرأة كثير يعني في الأوان الأخيرة المرأة بتلاقي كثير من الصعوبات، كثير من التحديات، كثير من العنف والحاجات اللي بتصاحب المشاكل اللي بتواجه المرأة. شوفي المرأة هي بيدها أن تكون فوق أو تكون تحت. تمام. كله على الإرادة، ما فيش حاجة اسمها صح أو لا، تنهي تتجه للصح صح، بلاش إني تتجه للغلط وتقول أنا مظلومة. خلينا واقعين. يعني ده رأيك، إنك شايفة إنه ما فيش يعني أنت شايفة إنه ما في ظلم أصلا للستات؟ فيه. ما بقولش ما فيش. تمام. في ظلم. بس احنا ممكن نبعد نفس يعني ممكن نبعد نفسنا من الكلام ده يعني بنفسنا لو حبينا مثلا. أي إنسان داخله إرادة يقدر يخرج نفسه من أي شيء، يقدر يخرج نفسه من المشاكل بالضبط. من الحاجات الجانبية اللي بتحصل له أيوة بتشجع برضو منظمات المجتمع المدني اللي بتدعم المرأة. شوفي بالنسبة للعنف الأسري اللي بتواجه أي مرأة المنظمات مش مقصرة في حق حقوق المرأة، بالعكس يدعموهم واقفين معاهم مساند لهم يعني مقدمين لهم جميع الخدمات بكل تأكيد. واتمنى ان المرأة تكون ناجحة في كل المجالات. يا رب نتمنى نتمنى يا رب. حنتكلم برضو عن تكريم ذوات الاحتياجات الخاصة، هو المهرجان اللي انا عاملاه هو نفس المهرجان اللي حتكرمي فيه. هو المهرجان هذا يشمل كل الدول يعني بيكون دولي. هو المهرجان مخصص اصلا لذوات الاحتياجات الخاصه وكل الاشخاص اللي هم ذو الاعاقه، بس انا سميت المهرجان لا عجز مع الاراده. لا عجز مع الاراده. تمام. المهرجان هو الاسم، المهرجان اسمه العجز. العجز مع العجز مع الاراده، وحيتم في تكريم ذوات الاحتياجات الخاصه. طبعا في من ملازمه الداون بيكونوا عارضين ازياء، في من المعاقين حركيا ممثلين، في معرض مصاحب،
في حاجات كثيرة احنا شملنا المعرض. تمام. طبعا بيكون مدته 3 أيام، بس نظرا لوضع الطيران فاحنا مأجلين شوية. مؤجلين لكن لقدام ان شاء الله حيتم. كلمة أخيرة وإحنا على مشارف ختام الحلقة، عايزة توجهي أي رسالة للسيدات؟ كل سيدات، يعني مش عايزين نقول سيدة خاصة أو دولة، كل سيدات، تعتبري أمل ملحمة لكل سيدات في الوطن العربي. أتمنى أني أشوف المرأة دائما في أعلى الأماكن، الله يخليك، تكون متواجدة في كل المجالات إن شاء الله. هو سيدة أمل، كنت ضيفة عزيزة علي، أنا بتشكرك على حضورك للبرنامج. جزيل الشكر لأعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الأسبوع اللي جاي بكل تأكيد. إلى اللقاء.